بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، آدي آد بان وغفر حسن هاي فردقان بركيسان يسود ويتن ديران يوجيدان قيمها بضان يقسور جيدا يمسكن بوحا إذ إله هاي فرد كسبو قدتين سيقود يسيقار هانيات با وإذن مهنقا يا وانا إذن سلام يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام كدب قفك مسلم كا وانا إيا وعدي كما دركو ويحو طبان سنة اللا واتن سنة كورنا قم يهين لحسوسي ويسكباب باهاي هاي تذكير كي تنبيه مركا ومن حق المسلم على المسلم عاوة مسجد الرحمة عبد باشال كويا لا وحان شعلا يستي إنان إذ حسوسي خلق وناكسن قيميس الخلق الحسن لقن كوناكسن طبيعة وناكسن قيمة هاي شريعة دي نقول إذا هي الدين كينا يسيدا مهمة يوتا هاي هوشا يدا قف والبين اسكود دينو كردقن ديكتو وحا مسلمين تسكو حرا نارنا لغبت بادو إلهي لله سنة الغوكس بضو والخلق الحسن نبيك إلهي وحكيل وإنك لعلى خلق عظيم سلف كمرك يفسرين والدين بيدين والدين بلوجي ذا دقنك دينيت دقنك وراك سنة إلهي الرسول كسو تلمامين وتفلسو أوتكو هاقاكتو قبن نماذا أتكو دقنتو ويحقو نما أتكال لحاتو أي خلق عظيم مركا الخلق الحسن شيء آدي آدو قيمة بدن وي دين تينا ميل سركا غيال مسلمين تونا لدونا يهينا يكرنقا ديكتان نبي مركا لو ويدي حديث كي النواس بن سمعان إذ قرنا يسين إلا نبي الله بري وناك يا سمم حوي هاي وحكو جوابي برق وحسن الخلق وطبيعة وناك ودقا وناك وميرح معانوي روحا سامركا لورن كراوا خلو حسن وليه علماء مركا قيحتانك لدوان بي كبحشان خلق حسن كوحا ليدان سيدون هان نقطي وين دو حنا قوله دول قادنا يالتو خلق حسن كوحاوي إن دو مدى وحو قوله نل حجع لحن هذا نقونين وحو هيلي كروح كبحشا وجي يوسف رايهاي قعان فران ومدى دبكي دي وحكسو قاريانا وقد كيستو الصبر الدلقات له بذل الندى واحتمال الأذى بوداد كوكا بقبيا وإن الدبات هذا ما هدفك لنا العيش التكالي وإن المسلمين تدبكو ذا وحكاسو قاري الرفادة حد قذبة أفلقا داء مرن حماء وحاذا كم من ضيم باطت بلن كاقا إيماني إن الدلقات قكسي يالتو دلقات يالتو صبرتو ومع ذلك وحي أطري كرتنا آثرت المسلمين تا فلق حسن كودا دكو تعرفيه نبي ودكتين صحابة مركز المامين وحيدة هذه لم يكن فاحشا ولا متفحشا نبي ما هاي أحد أفح طبع قلبسا أن رقم ونكسان ما هاي من إسكتون دونو إسكتر هذين ما هاي ولو كنت فضا غليظ القلب لم فض من حولك إلهي باكيدي خلق نبي إلهي كبركي أيال الدون يا إنه أن رقم كرديا إنه طبيعة وناقصن طلقات جكسي معاني إن المسلمين تهوش أقوال رقم تال الدون يا ابن عمر سوى يسأل وحورن شري خلق حسن كوا شيء هينة طبيعة وناق وحفظوه دوي ما ورد بطن هدي لا سكوت يوم حوي هاي حورن شري وجه طليق وكلام لين وجه فرن وبشاشة وكسور دوينية إيه هذا المعاني والدبع سنبوي انت اساسو كوكب كبي وجه فرها دلا غاهلو هذا الكادون ومد الدبع سن يقول الناس حسنا اين نغضو طبيعه دي وناكسد وا له لي بوليا قلف سنانتو وحبغان مطرتو خيرنا مكي انت قول لما حقيجس مسلمين تا لو دبع سنادو طبيعينا وحك بدلا دب اسكو نوقدا هبل وادق يا وقلف سن يا انغا دايا لو ما تغي كرو مر هدي لو يراد او شمو وناكسلو سومالي وحيدة هذان وجه فران بالله قلاي الباب فران لما قلا ما قولي فران لما قلو قفك وجه يساو ترجماني عنوان
رقن كيسة يقاب كوسو دوية عوانو إلهي سبحانه وتعالى خلق حسنة أنه يرزاق وطبع حنا ليتنا أنه قبل بعدين نبي عليه الصلاة والسلام وحيولي كوا إذن كوا إن من خياركم أحسنكم أخلاقا ذلك إذن كوا ناكسن إذن كوا سنة الله إذن كوا وحاوي كوا إذن كوا طبع وناكسن خلق حسنة دين تردن قردن تاي إيمانك قردن وحكم بقن مجر صوبانو عليه الصلاة والسلام وحيولي أولا ويدي نبي الله آخر ما كلا تقول ميزانك حسناتك شيء الله صاري أو قل علوس محوية مالك الله بهاي النوى البوحير إن الله صار ميزانك كيف دا ميزانك آخر لكين دون عماش اللي هو ميزامي نبي الله شيء أو قل علوس يا مسلم كبت بعد محوية محوية هاي بالله حلو وحسن الخلق طبيعة وناكسن رقم وناكسن كاسا دي اللي هو صار ميزانك دو هكاكي إلهي وحون عبيا يوصوبانو ينينك أفكا حون يعرب كردير ومدى كحد قدبا يحق إذا مالك ردعا يعياب كا ذمام كا ذاميقا وحول بعاية نقدنا يا قد قد كبضان عبها مسلمات مسلمين تي مسلمات كدبق علي أو شهد الله سكاك إلهي نبي عليه الصلاة والسلام وحو يلي قف قطب عدا وناكسا أسوه إسك عبادة ير ونعمل بضن بالله إيمانين أيو حرسين يا نين هبين كوردن صلاة ليلو تاغن ماني كوردن صومن ماني كوردن نين صومن هبين كان قيام الليل نفتو كقب حضي وحكا خير بضن قفك مسلم كا عبادة غير لكن بقن كوناكس هبل مياه قف مسلم وي هبل كورم وانين الدنيو صومالي وحكو قران حكو قرايا نين كان من أهل الجنة يأذون أهل النار طاي هبل وانين آخر دي كودا هدان وامحي نين في عمبا طايوي نين الدنيا دي كودا هانا وحكى أفقبات ثنيان إن يكون دام وأهل وأهل النار وي إسكا إلالية وإن لقوا هبل وأن طبعي وناكسن وأن إسلانا وأن آخر أي لقوا بدبالية أو شان كلي خطر وي هذا الله إسكا إلالي نبي قلوا حالة ودي عليه الصلاة والسلام والليل نبي الله وحن نوشيك تا عمل كأغوب بضان يتنى لقوا قلوا إي عمل كأغوب بضان النار لقوا قلوا نبي حول عمل كأغوب بضان المسلمين تجنى كوغل هيان وحسن الخلق طبعي وناك سوى طبعي وناك وجه فران هذا الدبع سن هذا القيم بضن وحي هذا يصد وحكب بحيصو مسلمين تضيب كذا كقيم قضاته نين أهل وإن أظن قطة مسلمين كذا جنكو قليسا وحا أبنا نار لغو قلنا والفم والفرج وأفقد إلى شنو إذا عرب دير ومد كحد قد بيا وإن إذا بلا هاي ويأخلاق كردون طي أولا تربيينا إيوه حبن كذا ترى كود زندي وحمان تكيل عشان ويد أف إيوه حبن كذا ترى كلا إذا ونار لوجلا جنة وحالوها لا طبيعة وناكسن وتشي النفورة مسلمين تبشاش أموشيا دتك كم ديق كرتان حاله هي الدنيا أيوة حد كود ديق كرتان طبيعة وناقي وجه فورا النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم لكن وحاله واسع نقطة بأخلاقكم روح كستو مسلمة أو لبن من عند لبنين كل وجه وناكسن وجه فران قعسو دوين إسلامي أهل ما ضمو تشنكرتا لكن حول هذا تضير بيقاري كرا ابن المبارك أبو عبد الله أبو عبد الرحمن المروزي شيخ الإسلام أيها حلويلي هذا كان نقبة ذنيني وحنوصو كوبتا حسن الخلق وحياي أظن وحبشر حين هل كلمة ندبع ليدي كلمة واحدة في حسن خلق بانكارنا وحول ترك الغضب ترك الغضب وحدون الزانين هل ويد بس قصو الرياض طبعا وناك ها عروني ها عروني وحيسي انتنا هيا وحيلقب ديار إن كان بالميد كان صاحب الهواية وجه فران على الآن ووحد قد بردي بكسو اللي وصمي ترك الغضب عرضو تكديسو عرفو ضيتك حناق دويدة لبودك هوشاسك إلى لبود ضد على كفقاته طبعا وناك سي إلهي باكو سيني نبي حر عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا مسلمين توحى أو إيمان بوحى أو إيمان لما يسترن أو إسلام وناكسا متك أطبعي في عن طبعي حنا دوام هاي وحدة الغضب حدة الغضب قعان أتكي وجه معبوسة طبيعة حمي
oo ilaahay soo diray oo ummadda diinka gaadhsiin jiray laakiin haweenay dhib badan oon dabci wanaagsanayn buu qabay ilaahay uu in badan baryay inuu dabcigeeda u hagaajiyo nabigu ducada laga aqbalo waxaa la yidhi saddex ducaad leedahay saddex goor saddex jeer waxaad ilaahay weydiisato maanta waa lagu siinaya weydiisaa leh markaasuu yidhi ilaahayow intuusa isagu hadlin markii uu sheegay ahlkiisii islaanta usheegu ila ilaahay wuxuu i dooransiiyey saddex duco oo haddaan mid walba ilaah weydiisa la isiinaye maxaan ka dhigaa waxay tiri intaad wax ka soo kaadiso aniga iga bilow bay tiri ilaahay inuu i qurxiyo oo haweenka u qurxsan iga dhigo dabcigana ii hagaajiyo ilaahay weydii wayba fiicnayd ilaahay baa baryay islaamihii islaanta u qurxsanayd baa laga dhigay dabcigeedana boqolkiiba boqol baa la dhammaystiray markii xoogu qurux iyo bilic yeelatay gobonimona ay ku dhammaystirantay bay nabigu ku kibirtay nabigu weli labadii ducee dambe u dhiman yihiin labadii xabadood dambe weli muusan ridin wuu sugahayaa bal inay waxay samayso kibir bayba ka qaada nabigay ku kibirtay reerkii quruxdeedii iyo bilicdeedii wanaaggeediiba way ismahadisay dabcigu wanaagsanaa ee la siiyeyna wayba kasii dartayba kibirkii cujbi baa galay quruurku waa ku baabeynaya markay nabiga nafta u keentay yaa wuxuu yidhi ilaahu tan wayba kibirtay ay ka dhig ayba ha noqoto wuu habaaray aybay noqotay ay wahwahle oo ilka dhaadheer islaanta hadda quruxsanayd sidaasaa loo galay ibn cabaas baa ka sheekeeyey waa qisa ariif wiilasheedii oo waaweyn iyo gabdhaheedii baa soo qamaamay waxaa le aabow sidan kuma noolaan karo waa ceebaan naga hadhaynin hooyadiin baa ay ahayd oo ilka dhaadheerayd adduun kuma noolaan karo ee waxaan kaa codsanaynaa ilaahay noo baryo mar saddexaad in hooyo lagu soo celiyo bini aadannimadkeedii lagu soo celiyo ama ha fool xumaato ama ha quruxsanaatay waxaan kaa codsanaynaa bal ilaahay bari in dib loo soo celiyo labada duca nabiga muuse kama tegin mid wuxuu ku duceeyey ilaahay inuu wanaajiyo waa loo wanaajiyey markay kibirtana wuxuu ilaahay ka baryay ey inay noqoto laba kaar baa nabiga ka gubtay waxaa u hadhay hal xabbaa u hadhay xabbaddana maxay ku baxday ilaahay uu bini aadan ku soo celi ilaahay uu bini aadan ku soo celi ilaahay buu baryay bini aadan bay noqotay howlaheeda hore ayay ku soo laabatay idan khuluqa aan wanaagsanayn iyo dabci qallafsanaantu khatartaasay leeyihiin wax badan bay ku dhaafinayaan khayr badan bay ku dhaafinayaan ninku haddii dabci wanaagsan alla siiyo oo khuluqa rabbi kuu hagaajiyo salaad badan baan lagugu dhaafaynin qur-aan akhris badan baan lagugu dhaafaynin sadaqo badan baan lagugu dhaafaynin ilaahay dabciga iyo akhlaaqdaan noo hagaajiyo sayul akhlaaq iyo mafaasideeda iyo safaasibta allaaga naga badbaadiyo qisada waxay salafku u keeneen ahlukitaab bay kolley ka soo guray ama waa dhaxal nabiy waxay u keeneen in lagu cibro qaato wax badan buu ku seejinayaa dabciga xun dabci wanaagga ha layska doondoono shayga aadan lahayn ee dhaqan kuu ahayn haddaad iska raadiso waaga dambe dabci buu kuu noqonaya waxay wadaaduhu yidhaahdaan afartan waa beri oo xidhiidh ah ninkii dabci uusan lahayn iska raadiya dabci buu u noqdaa adoo bakhayl oo iska gacan adag haddaad go-aansato waagii baryaba inaad wax sadaqayso wax la baxdo waaga dambe sadaqadaad baranaysa carabkaad la bixi deeqsi baad noqoni dabeecooyinka wanaagsan marka ku dadaala nin walba qaabu rabbi u abuuray mawaahib baa jirta khariisa ah iyo muktasabaad khuluq wanaagsan iyo dabci wanaagsan oo la kasban karaa jira niman deeqsiyaala oo geesiyaala oy gobonimo ku dhanta hadda la saaxibto muddo la joogto ayagoo kala noqonaysa markaad u yar tahay waad soo yar baasi darajo fiican baad soo gaadhi haddii aadoo iska romba balaayaad la daristana dib bay kuu ridahayaan way kula degayaan ninba ninku ka wanaagsan yahay la saaxiiba idinkuna wanaag iyo khayrka ku dadaala wakii nabigu oran jiray calayhi salaatu wasalaam
guri ku yaala ardada ee jannada ardaageeda banaankeeda kore ku yaala waxaan u ballan qaaday ninkii iska daaya dooda iyo muranka haduu doono xaq baa ku taagnaadeen guri ku yaala jannada dhexdeedana waxaan u ballan qaadayaa ninka beenta iska daaya haba kaftame nabi wuxuu u dambaysiiyey jannada meesha u sarreysa guri ku yaalana waxaan u ballan qaadayaa liman xasuna khuluquhu wixii o dhanba jannada meesha u sarreysa waxaa lagu helaa dabci wanaag akhlaaqdoo la wanaajiyo la suubiyo nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii odhanayay dadka iigu dhow aakharo aniga nebi maxamed jannada meeshaan ka galay iyo halkaan ka degay dadka ila darsay iigu dhow waa dadka ugu dabci wanaagsan muslimiinta alkhuluqu alxasan nabigaa lagula darsaa maxaa yeelay waa dhaqankii ambiyada waa kii rususha waa kii khaatamu lambiyaa waa ashrafu lmursaliin weeye darisnimada nebi maxamed waxa lagu helaayo wax weyn weeye oo aad iyo aad in loogu dadaalo mudan in la barto mudan kutubta adabka laga qoray akhriya daraaseeya rasaa'ilka aad u akhriya culummada salafku dhaqankoodii dabagala siiradoodii akhriya siiru saalixiin waaga dambe waxaad baranaysaan khuluqa wanaagsan wuxuu yahay qiimihiisa sida loo raadsado si loo ilaashan lahaa asaaskiisuna waxaa weeye ummaddood dheefiso dhibkadana aad ka xaslato koodana aad u dulqaadato inta haddii laga helo wixii kaloo dhan waa iskeenaya mucaad ibnu jabal baa inuu safro damcay socdaal baa soo galay wuxuu nabi allow waan safrayaay nin safrahayana hadde wax kastaa iska qabsan karee ii dardaaran buu nabi wuxuu uhi ucbud allaha laa tushriku bihi shay-a ilaahay caabud adoon u shariig yeelin ilaahay caabud keligii haan u shariig yeelinoo cibaadada ilaahay uun ha la wadaajinin makhluuq rabbi waxa ugu darin keligii u gooni noqo asaga dhib iyo dheefba la aad wuxuu nabi allow intaasi waan garday wax iigu dar waanada iyo dardaaranka ii kore zidnii yaa rasuul allah nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam idaa asa'ta fa axsin makuugu darahaa bini aadam baa tahay xumaan baa kaa dhici waad gafi ma gafo waa allah subxaanahu wa tacaala waad gafaysaay haddaad gafto oo dembi kaa dhaco ama aad turmaseegtayso fa axsin wanaag ka dambaysi wanaag la imo hawsha waa dhacdo aan dhihine ilaah wixii iga dhacay ii caafidheh walaalka waad ku khaldanta u noqo walaalo waan khaldamay siba waxay iga noqdeen raalli ahow waa kuu soo hoyday wuu iska sii daro kugu sii xanaaqay oo naga tag horan maxaad noo haysay waxaad noo haysay gaadhiga u dhig hadhihi cirka la aad waa inaad tiraahdo aad suulisaad la doonaya ood barto aad barido oo sabaansabto idaa asaata fa axsin wuxuu nabi allow ii kordhi waanadaasi wax iigu dar qaala istaqim walyaxsun khuluquk istaqim toosna uu diinka ku hagaag dabeecadana wanaaji buuri dabcigaaduna ha wanaagsanaado saddexdaa qodobba nabigu dardaarmay towxiidkii buu ka bilaabay ilaahay keligii caabo bashar baa tahay haddaad gaftood khaldantana wanaag ka dambayso oo khaladkii ka soo laabo saddex wanaaggaa aad samayso ku toosnow hana ka leexanin weligaa dabcigaadana wanaaji mucaamalada basharka iyo makhluuqaadkana iska hagaaji abidar waad garanaysaan asagoo nabi allow ii dardaaran buuri ittaqi illaa xayu maa kunta waatbici sayi'ata alxasanata tamxuha wa khaaliqi nnaasa bikhuluqin xasan mucaamalatu nnaas jaamacadaa lagaga baxaa daraasaad baa laga sameeyaa nin walba dadka danta kaga xidhan buu ruuxu raadiyaa waxaa la doonayaa muslimiin baa tihiin walaalaa tihiin allah isku keen xidhay caqiidihii iimaan baa idinka dhexeeya ahal baa tihiin ilma adeer baa tihiin inaad dabeecada wanaajisaan khuluqiina wanaajisaan dabacsanaataan isu naxariisataan isu danqataan aan la isku tiiganin oon la isku xadgudbin nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey salaad nabi allow teebaa u fadi badan oo sadaqa teebaa u fadi badan oo mu'miniinta ninkee u iimaan badan baa la weydiiyey saddexdaa su-aalood baa lasu daba dhigay nabigu wuxuu yihi salaad waxaa u fadli badan duulul qunuud salaada u istaag dheer ee u qur-aan badan baa u qiimo badan salaada intii loo istaago qiraa'o wanaagsan ruux uu ku akhriyo oo uu tadaburayo oo waqti uu siiyo uu taagnaada u fadli badan
صدقة وحافظ بدن وقيمة بدن وحلا بحشو جهد المقل نما وحبهين وإسكا صبولة أو تبرير دذالك لو بقول شيئين بعد صحيح شيء الله أباها نبا ما قال الله كله كونتم بعد كسيس قرابة دنا كونتم بعد كسيس بقول على إسكو فرسمه وجهد المقل محانا رب حين هي نجا بقى جو دمانا إن محانا إن ورنجا تكل مرة ولا جاء درن ياي ولا جاء ليتا نبا نبو كليتا نن نبو داما صدق هذا قمنا بدو توصي سه أخير بدن وجهد المقل نين صبولة فقيرة دذالك وحو كبعيي كان أسيقو غني هادي بطبو وحكسو درعي لكن نين كان انتو لابدا بقول تري يكون نكبعين ايا لابدا بقول الله سيقى ومركو ربا يسنكو في الليل ودذال كون نما عندقين بايدين سماء يكون مردقو نين كان هل نيفو لسي يدقن وايا ترى عدا مردقان ايا هل نيفو قيل نينكو في الله وايا كدين قيل مردقا هاي وحا يرنك وحكب بحين ويا هذا وح بلانا بحين ماي سبق الدرهم من ألف درهم وكيسو بنو يولي هل شلين با مراك غارقود حكا خير بدايا هاي مليان كن شلون المسكينة إلا هاي ديرتو وبحي وبا هاي هاي أيا كفت بدان نين حولوا أي كبتين مليان وديبي وكبري هلقا شيئي هبل باب حشي هرم بيب وكاقب قاتل لقو يلا دوكو بحي نبي وحول عليه الصلاة والسلام مركو إلهي بريا وحاكمي ذا بريا ديسي اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي نبي إلهي كبريا عيا الله أغم خاتك عيا على خلق عظيم الله توسيو إدبيو نبي ربي ومع ذلك هو باهيا وإنوشي اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي إله سيداد هو نجسي مقال كي يقاب أبور كي بن آدن نمو لنبي آد بوقر حسنا رقنك أوقر حسنا وعتال في عمبوها إله سيداد أبور كي أتوسيسي إذ أوقر حسد أبي شيء إله طبعي غني إيها غاج إله أكبر إذا نضوي ديستا الله بحي وحوال با الله وحوال با بحينا إيا شيء والبا قعنتي سوي كتيران إي ربو حكو أدقو سنجرين شيء والبان أفضوذي هاي ويديستا إن طبعا هذا إلهي دي وناجيو أنا إلهي نو دي والله إذا بركيه أو شانا هل قد ذا صحابي اللي رنشري هاني أبو شريح يحن بي الله طبعا وناكسن إيت المال نبي قاب كله وقود لك وحكيري أن تسلم على الناس وأن تطليق الوجه وين الأمضة سلانتو قعان سارتو هذا وجه هذا فرنية وبشاشة وموصوني قولي أمرك سلانتو أي كوكواني مال إن تباكون نقول سوغو فورا وين داس دوادي غيو اون كو فيرن نينين اود مودي هو يدي ابينا دشي بكو سلام هادو غانت كو سو تاغانا فرم ميدو سا كو غدي سدا سو كو تابان هيو ساليا سبع ان كو سلام ماي كو ام حيدين كباين حسن الخلق بيدن كربا نود الخالات اولن ايضا حناقين نيوانو صاحبنا وادو كو هبل مخا او غلي حتى مكا سو ربخو سلام سان نعيبو سلان سان نعي أصور ودبع الحمية هاي كنا أصنو سلان الحمية هاي سلان الحمودنا ودبع الحمية قد قدوي نبي يقول عليه الصلاة والسلام أن تسلم الناس أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه ضدك إنها سلان تأذو وجه فران مد وجه وفرا إنها مصوتان فرحدان رين رين روح كسو دويزان محيدين يلي انت هضات من سقليه اسكا عاي وذات كو خفيفي كلي وبريا هي المحاسكا او دول عدين مخوبا ما اسكخدا واخ غارين برينكم يا واخ غارين دول قاد بي كاغا باانتا ور صدقه وي اجر يا خوان غروب سن دم جرينا تراداي كا ربتا عرب كيني افينا ونا غا يا سماها برا وشينا فورا ومدا وحا تري كرتان ترى جعنتينا وحبيحين تبرع عروتنا كتر بيئية وحبضان بعض وغب حسن إيسان آخر يأدون رقنا الدون واتكيه الإيسان لبعض آخر واتكيه الإيسان وذاتك أبو شرح حدا أنك الشيكين إن هاني يا وحونا بي الله حديث شكتا حدثني بشيء يوجب لي الجنة نبي الله إيشك شيء هدان سمعي أن كل رقم الجنة إي واجبني أو يقصب تينا الجنة ذكره
وسؤال علوس نبي حول موجب الجنة جنة وحا واجب صوماء إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام وصدح ذا قضب إطعام الطعام ضدك باهان وحسيسو وقوديسو ووحا وقا من قرتان الله قبض هذا أنت ذنك الرجال سخوتك تان قوليها أنت جريد بخارة الرشين كور الرسان لو مقسم ملكا كرسان يجوك الرشين كرسان ومساكين تان قضي يقرع الدية رسان محاولوس كويس وليها أنت عصدتها شلن علينا بحيانا أتكاتال لك إيابا لكن جوان بوشا وإذن سيني جوان برو واللقيه لي كيش سنكرا ويبحينا يا لابا بيبو سريد يا جريقان لباطنا وطمالا واتكيريس مطبخ خير هذا مساجد دكاسة ميزا وقايب تاسو كلام مطبخ لقاسة ميزا يقاحوين لغوحون تايو يطاقات مساكين تراشين كاللغاسي راشين اتكاريسان موايسا كوكا يطباقين دو حكارينا ايانا مشاركو دبشا وحيدا كبحي واي ميزا دور بغولو مسكين واتكوف اللان لهي ديلي حرت مالا استاكتلا دوكسيه دو أرورت أسوك الله هي مدارس تآذية مالي لقمة العيش كهلا ويكو أسطر هذا وأن أحدنا أقومنا الشيغانين أي هي لهاي ومشروع يرأس كده بير ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وحي مسلمين تلقوا أماني وي. قال كم محبوس كاوحي اللسين ييبا إلهي نقوا أماني أسير كواي أسير كواي قال حرب اللقوا قبتي أسوء قالوا هذا لا دجال لما يبى هذي القوي ولا وناشي أجل جيل عيا قضية ده مشروع عيرك وده رين يروان كلاه حروان قوانا يا قارئ دم بهم نص مين أي وين موسى قبني مساكين ذن حافظها خش لنا الرفاضة هاي رورتي كورد عن شيء دو سوا هاي ويكبت بادل هاي خرج بني جنب بحيل مسد والبا معد والبا قيبر مطبخة يقع وين هولير الوع شيء الوع قد يقسم أي راشين ومضو كريم راشين كلا كريلا هي جارس لمن نقوم إلى بحين وانو با العقد وين الدفتح ولا النور وين الدرين لكن بخار كذا تكتب جوان كشيت نك سمال وقرني وانو كاش نسين ما هي الله قاتا لباتن لترقاتا وود بيرت نبغى يدين كرلا أنا مين كأب كرنا أما قلي أن سوا حيل قد صوكر يستني سوا يدين كرنا لا بروح له بقيبنا يا أما يا مسكين تعلق كين شغالة قيبي إطعام وطعام جنة لقو قلا جنة يواجب إفشاء السلام سلام تولى باهيو رورت مكدورة ككلا إلى مشى تجي سو مدة سلام مع علي سو هو إيسا لا بس صعبة ترى من قدر الله إيسا أو عن طريق بقش يا باطل يدم بكل شيء إيسا روح هذا مرتبة سلام تعكسي صدنا أجر لقاقا قرى دور كنا أجر شقيسو وحسن الكلام وهذا بيت القصيد هذا الوناك سن هذا الكل وناجيو عربك هذا إنا برطال الربا وناك ميل ولي بلا يلقف لها يو إنا عسى أن يكون خيرا بلقى الدوني سلبك حكشك مصروبة حكشك قصة طريفة وحويلي نين ريمية أجروا ميل بادياتك مركم ميل دو تشيسك قيرة قنوبة وقدك اجري خيركم مركي رمي واتقانا جماعة لو دقا قيرة دنبا ميل دقيس نيك قنوب دقان قنوب دقية مركا ميش بيل ميشن اي دكتو اكتودو اسكدك اجري وحولها بول اي يا الضمير يا الدقاق بولها لكن نين صالح وقيمة بضان بوغهايو عرب كيس وحوب باري هذي يقول وحوة ناكسونو كال اسو ميش اسكدقان يا هبين 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 كم إذا ينتهي دوع صورة طيب يديك تورن كعنتي حلو وذا ذو الدقاقي وإبر هاي دوع كفر علىت عسى أن يكون خيرا عسى أن يكون خير إن خير بالنوت على غياب ورم الدقاق تي صلاة النوت تسي زي فجر كنوك على إنسان لا هاي عسى أن يكون خيرا عسى أن يكون خيرا وحي الكذب هذا أنا هبين لا بعد damerki uu ku ranahay ee aqalka adoo goorbiyana ku dhaansanay beertana uu ku aaday gaad ku aba dhurwa ka cunay waxa la isaaq caa xalayna damer dhurwa ka farax asaan yakuuna khayran habeeg sadaxaad eegi ilaalin haye waardiya uu ahaayo tuugta iyo balaayada wah wah la ilaalin leeyay ayaa asaguna baxtiyay asaan yakuuna khayran bun markii uu loo sheegay arrikiisu wuxuu baray wanaag وحونا سيدنا يجاهد محارنا عظيم إلهي ماشي وحكاوة ذهاتي هذا قرن ميسيدي إن ربي لطيف لما يشاوي هبيك الدباع حل سودولي
culki reeray wuu dul fariistay wuu shanqad dhageystay meeshii ay ka wahwaha lahaa ama dameer ka qaaq lahaa ama diga ka wiiq lahayd ayay ku fariisteen reerihi oo dhan baa eber laga dhigay dad iyo dunya waa la maro duugay asagiina wadaadkiina iyo reerkiisa way badbaadeen dameerka horaan ba waxaa ka farxashay dhurwaa digaagtiina ayaa cunay dawacu eygina waa iska bakhtiyey wax jaajusoo sheegaa la waayey waa la dhagaysa wax shanqari ma lah wiiq ma jirto qaaq ma jirto waawaa ma jirto asiga waa badbaaday reerihi kaan le eber casa an yakuuna khayra carabkiina waxaad bartaan ereyga wanaagsan alimaam ibnu maciin ba wuxuu ka sheekeeyey qisada xamarta ibnu ziyaad cubaydillahi ibnu ziyaad iyo ninkii qiimaha badnaa ee loohan jiray safwaan ibnu muxris safwaan ibnu muxris baa u tegay cubayd ibnu ziyaad oo markaa waali ahaa way sheekaysteen horena waa is yaqaaneen dhaqaale xun buu ka sheegtay 2000 dirham buu soo siiyey oo lacaga fida ah gurigii buu la yimid habeenkiiba mid tuuga intuu soo dhacay yuu 2000 dirham baxaday islaantii wadaadkusha waxaa leeyay safwaanow lacagtii tabiinadayda dowladuna soo siisay shilinkama yaa leeyay waa la xaday casa an yakuuna khayran islaanta wayba xanaaq waxay tahay maxaa khayra biilkii ma jiro xoolihii lagu kala tag meeshan la ysgabaawuray baad leedahay casa an yakuuna khayra ibnu ziyaad baa warkan boqolo waxaa leeyay wadaadka lacagtana waa laga xaday asagii islaantiisina meel xun bay kala mareen casa an yakuuna khayran buu yidhi islaantana hawsha waa qoonsatay 2000 dirham oo kaloo haddana soo dhiibay 2000 dirham markii loo keenay iyo tuuggii ciidanka ku maqnaana soo qabteen labadii kan waa la soo celiyey meeqay noqdeen 4000 dirham buu isku helay casa an yakuuna khayran ilaahay baa maamulka iska leh carabkiina wanaaggee samaha bara wuxusnul kala nabi wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laba muslim isma salaamaan isma gacan saaraan ilaa hadday isa salaamaan dembigood baa la dhaafaa intaan gacanta isku hayna issalaamayno ee walow see tahay maxaad ku baraday xaaladda ka waraso nabad maaha dembiga baa hoobanaya sida geedka calintiisu u daadato yaa aniga dembiga iyo kaadi la hoobinaya maxaa ka fiican saa darteed jamaaca min asalaf ruuxa markay salaamaan gacantay hayn jireen ilaa asagu uu la baxo way hayn jireen nabiguna sidaasuu ahaa calayhi salaatu wasalaam markay saxaabada ka sheekeeye nabiga haddaan salaanno ilaa annagu gacanta aan la baxayna wuuna hayn jiray muxuu nabigu rabaa in xer saxaabada loo dembi dhaafo dembiga laga hoobiyo marka farahan laisku mudahayey kuwanaad moodeen laisku salaaxaay iyo kuwan laisku xadnaysay joojiya si fiican isu salaama aadna yaan laisu jafaarin kuwa markay ku salaamaan gacanta ku jebin baa jira oo garabka ku goynhaya ama xooggooda ku tusahayo ku muruq sheeganaya lama raba si wanaagsuna islaanima ii salaan garabkana ay jebinin sida adoo wax itaabannahay itaabanna si fiican laisu salaamo khayr baa ku jira ajir badan baa ku jira ilaahna waa idinku barakaynaya asxaabu rasuuli illahi sal alay wasalam waxaa la yidhi markay kulmaanna way issalaami jireen hadday safar ka yimaadaan way isqooroqooraysan jireen mawadiyo maxabaa ku jirta wanaag wey waa dabiica wanaag nabigu wuxuu dhi calayhi salaatu wasalaam laba arrimood qof muslima kuma kulmaan qof mu'mina laba arrimood kuma kulmaan bakhaylnimo iyo dabci xumo albukhlu wa suu lkhuluq labada hadaad isku darsato muslimmatii dib iskugu noqo labadu waad iska goyn kartaa haddaadan iska goygan xataa waad agaasimi kartaa ceebta waa la wada leeyahay bakhaylnimadaada iyo dabeecad xumidaada inaad ama agaasinto ood qariso ood hor istaagto ood intaad caabin karta caabisaa la doonaya ood la dagaalanto ku dadaala dhimrinta adayga iyo qallafsanaanta iyo dafdafta iska ilaaliya deganaanta dhimrinta dabacsanaanta muslimiinta loo dabacsanaado waa ilaahay baa loogu dhowaadaa ina allaha rafiiqun yuxibu rifqa fi lmri kullihi waad garanaysa ilaahay waa dhimriye ummaddiisa u naxariista u dabacsan wuxuuna jecel yahay wax walba in rifqi iyo wanaag lagu wado wacid akhaaka birifqin cinda zallatihi farifqu yactifu man yactaaduhu zalalu walaalkaad aad waaninayso si tartiiba u waani sidatar wax ugu sheeg ha ku xadgudbin astur ceebihiisa gobonnimadu waa ahalnimada waa walaalnimada waa dabci wanaagga hawsha aad iyo aad qalbiga ha loogu hayo ilaahna ha laga cabsado walaalaha ha la badsado asxaabta ha la badsado saaxiibada ha la badsado salafku waxay odhan jireen istakhuruu min alikhwaan fa ina likulli mu'minin shafaacatan yowma alqiyama war walaalaha iyo saaxiibada badsada maxaa yeelay qof kastoo muslimood saaxiib tihiin oo walaalkaa lilaahi ah
آخره وكم شفيع قاضي أدو طبع حمدان دين ملك وحر حدين يا الله بوذات باطفك كوضطا أنونا مثلا كن بان صاحب الله ولا لله ما قشف عن آخره لا كن استكثر من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة مؤمنين تي ولا لا يا صاحب بدي أهلك محقوب بدين كرمرك يمحاب بدي حسن الخلق باب بدين أي هذا طبيعة حون تي جيد بدك صوحي يقول بدك صوحي وحكو أقمر يمجر طبيعة هذا بدك خلنا كارد حصاريس ننقف المرجع حلق لما ستارا نقريس مركا حسن الخلق أيا ولا لا هي أهل كيدين بدين أي ومدنا اسكو وضيا آدي أنتك إلى المسلمين تي نتكن حسان أما آدي باتيسان أما آدي بستار سلف قارط وحي لقعدي حق دورك يا مؤمنين حق دور ايان ان يجاهدان قريه هيغا قف قسمه ككرين ماي ابن سيرين نك لو تابعي محمد سيرين ابو بكر القرنيسا قريه كلها مغالده بصره ودغنا ما اوغل انو ككرين ما يهودي اهين اما ان نصراني اهي باقي دنبال يواسده ابن سيرون عالم الواطاي صحابه دخلاي قريه هذان مسلمين تا او ما اوغل اني كريستان واسده او يدغان وحيون من يهو بشو مركا يسيق قبا قباتا هاي كيلوين كيوان ورصدا نيكا قولي قيقا كريستان ماها قصو بحوون نحا قالا دينا كان نحيان ربا وقوف مسلمين وقان نحا مر ربوك كيلو زمارة دينك كريدان سكب بحين كري لباتان يشان بشو مكا يقاردو هين استريس باقو نحا هاي كيلو حكيت كيلو دونتا اما هيلي ويدا بشو شان تيدي قولي اما لغا سارا مركا وحيون منك اهل ذمها ee jisada bixiyay yahuudiya nasaarada haday nixaayaan iyo haduu dhig kar ku dhicbaayaga u taala laakiin qof muslima intaan guri ka kireeyo hadhow kiro markuu anoo kireeyo dooni aan ku soo bax iga nixmaayo inni akrahu an urwa muslima waxaan ka hanaya oon dhibsanaya qof muslima inuu iga naxo ama aan ama uu dhibsado aragtidayda foolkii wajigi uu ka naxo halkaas salku taagay guri asagu leeyahay oo xaqii soo raadsanay oo kirada uu lahaa u doonanayo wuxuu ka baqayo qof muslima inuu ka nixiyo idinkuna waxa laga yaabaa inaad u shaqo tagtaanba dhibaato muslim ka nixin muslim hebel maanta waa ka soo farxashay meel baan saaray shaqada ka dhiganaysaa idinku waa ceebta inay ka mid tahay ahlimada lagu dadaalo ilaahay laga cabsado waad maasantihiin wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.